ببرنامجنا الصباحي وفقراتنا الصباحية لهذا اليوم. إذا مباشرة راح ننتقل بكم لفقرة محور الصباح. وفقرتنا اليوم وموضوعنا جدا جدا مميز، لأن اليوم بضيافتنا فنان ونجم هواية من الناس عشقه وحبه وصوته، لأن صوته يشبه لحد كبير صوت القيصر فنان أكيد كاظم الساهر، لكن هذا الشيء ما يمنع أنه فناننا اليوم وضيفنا العزيز إلى بصمة خاصة به بأغانية وبصوته، أي متفرد بذوقه، لكن هذا الشيء بعد بيد رب العالمين أنه صوته كلش يشبه صوت كاظم الساهر، بالإضافة لموهبته بالموال، جاد الموال العراقي بحيث على شرط نافس هواية من الفنانين داخل العراق وحتى بالخارج. وبالتأكيد رغم أنه جمال صوته وخامة صوته اللي هو طبعا الفنان أثير منذر، لكن يعني ظهوره بالساحة الفنية خلينا نقول العراقية، خلينا نقول مقل، هذه العبارة شوية تكون أقل يعني وطأ عليه، لكن رغم هذا اليوم الجمهور العراقي أو الساحة الفنية العراقية محتاجة من أي فنان يمتلك موهبة صوتية جميلة، يحتاج أنه تكون إلى أغاني موجودة، أغاني كثيرة حتى تكون إلى بصمة بالساحة الفنية. اليوم هو عنده أغنية بعنوان منو أنت؟ ليش وكيف؟ شنو سبب انه هذه الاغنيه ما لاقت صدى خلينا نقول كبير بالعراق على مواقع التواصل الاجتماعي، رغم انه هو يجيد كل الوان الغناء العراقي وحتى العربي وايضا المقامات العراقيه بمختلف اشكالها والوانها، راح نتعرف على كل هاي الاسباب بعد الترحيب بالفنان اثير منذر. نورتنا اليوم في برنامج يوم جديد وصباحك يعني صباح الخير عليكم على قناه الرشيد وعلى كل مشاهدين قناه الرشيد. تحياتنا لك اثير. طبعا احنا محظوظين لان اول لقاء بقناه عراقيه احنا بقناه الرشيد فمن حسن حظنا اكيد. وبنفس الوقت انا اشبك مرتبك اثير يعني. لا بالعكس صدق احنا انا اقول لك المخرج شويه اعصاب مرات يعني فخذ حذر يعني. انا احاول اربكك شويه. لا ده عشاق وياك قلبي. احنا اليوم بين اسرتك وعائلتك واحنا اصدقائك ان شاء الله. اليوم نريد نستمتع بهذا اللقاء الجميل والراقي ووجودك بالتاكيد ولك اضافه كلش حلوه. اثير بدايه اريد اليوم يعرف المشاهد بداياتك، منو اثير، شلون اعتنق الفن، شلون انت اكتشفت موهبتك او اذا اكتشف شخص اخر من اقاربك او من اصدقائك او فنان معين. تفضل. والله يعني الكلام طويل بهذا الموضوع. المشوار بدا من مدرسة يعني من ابتدائية، كانت اكو الاحتفالات الوطنية شفت انا اشارك بيها، ومن بعدها الدراسة وال انا خلصت هندسة جامعة تكنولوجية زين، فكان اكو بالمسرح بالجامعة اكو نشاط ثقافي، النشاط الثقافي كان بالمسرح. طيب النشاط الثقافي كان اكو بالمسرح الجامعة التكنولوجية، فرحنا احنا شباب انتمينا لهذا المسرح زين. فمن بعدها يعني صار عندي محاولات انه اني شلون يعني 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 بين الدراسه الهندسه الصعبه وبين زي. الفن انه انا شلون راح اوصل صوتي. تعرفين انت الدراسه والهذا هي رغبه الاهل، لكن انا احلامي هي الموسيقى من البدايه. يعني انا يعني شنو اتمنى هندسه نعم حلو شنو اتمنى من انا وصغير يعني من بدايتي يعني من عمر 18 سنه انت اروح الدراسات نغنيه. فمن بعد ما خلصت الهندسه انتميت لكليه الفنون الجميله الدراسات الموسيقيه. اشتركت على برنامج على خطى النجوم، كان وقتها محسن فرحان اوجه له تحيه يا رب يعطيه الصحه والعافيه. يعني وصلت المراحل النهائيه بسوريا. تعرف انت الاوضاع بالعراق احنا بدايتي يعني هي كلها كانت اوضاع صعبه. صحيح ما نقدر انه احنا شلون نوصل فن. اني انت ذكرت قلت مقل وهذا، انا مشكله انه انا شلون اقدم فني يعني ما اريد احد يحتكرني ولا اريد اغني بمكانات مثل يقب صح بما يعني اريده من هذا. فلذلك ظليت انتظر الفرصه ان شو انا اقدم هذا فني. سجلت اغنيه وطنيه زين عرضت يعني وسمعوها 2007 تقريبا 2008. طيب من بعدها غنيت اغنيه للاطفال مرضى السرطان. من بعدها يعني صار عندي انه لازم اغني يعني لازم اطلع لازم الناس يشوفون تتواصل صح نعم. بالضبط. ف
فصارت انه المكانات المطاعم بدت ببغداد تصير، فلذلك من خلالها قدرت انا اقدم الفن. بس من اول اغنيه بالضبط اول اغنيه اللي غناها قصدش حسناء؟ لا صار عندها فضول تريد تعرف اول اغنيه، لكن قبلها اثير اليوم احنا دائما نسمع هذا المثل، من يتاهب صعود الجبال يعيش ابد الدهر بين الحفر، وان شاء الله انت ما عايش بين الحفر. انت قدمت شيء لكن خلينا نقول متواضع بصراحه، احنا كنا وياك صريحين. انا اعرف وعرفت خلف الكواليس انت صاحب صوت يستحق مكان مميز بالوسط الفني العربي وليس فقط العراقي. اليوم هاي الاعذار الوضع في العراق الوضع، لكن في ظل هذه الظروف الصعبه اللي ذكرتها انت اليوم الكثير من الفنانين تركوا بصمه كبيره، قدموا للفن، قدموا اغنيه، وايضا بوجود هذا الاحتكار من قبل المحتكرين شركات الاحتكار اليوم خلاص لازم الفنان يجي وقع وياها عقد حتى ممكن انه تنتج له بعض الاغاني وبعض الفيديو كليبات. ايضا اكو بعض الفنانين قدموا قبل هذا كله، حتى اليوم احنا المشاهد هذا الحديث والحوار صار عنده فضول يعرف هاي الخامة الصوتية وهذا الصوت الجميل والشجي اليوم اللي أنا وحسناء معجبين بصوتك سمعناه قبل شوي. خلينا نسمع أول أغنية غناها اليوم أثير، هي أول أغنية يعني في حياته الفنية وطنية يعني مريد يلا نذكر نذكر بها كيف مني منو أنت وليش يلا صراحة غني طبقة ناصية يعني تعرفوا أنتوا الصبح وهذا يلا من انت وليش ابد ما عيش بدونك يال شغلت البال اجيت منين مليت العين يا سر قلبي صعب ينقال تعالوا شوف إلك ملهوف وفكر بيك كل لحظة. صوتك هذه اغنيتك الجديده بالضبط كسرت الدنيا بصراحه الامانه، حتى انا يعني نزلتها بالجهاز وصار عندي ادمان عليها كلش حلوه. لا انت ذكرت في البدايه قلت ما يعني بالعكس اغنيه حلوه حبوها الجمهور صح صح يعني انتشرت. هو انا قلت فعلاً. قلت فقط هي منو انت اللي اخذت مساحه يعني ما انا هي اول اغنيه اول عمل لي هذا اول عمل لك كعمل يعني وصلت لما انت دخلت الساحه الفنيه قبل هاي الفتره يعني اليوم انت اذا ردنا نسال اثير ايش وقت انت شوف ما انا راح دخلت عالم الموسيقى والاغنيه والغناء بصراحه من خلال كلامك الفن عده جوانب يعني انا يعني كل من ياخذ خط زين مثلا خط عبد الحليم حافظ خط الغناء التجاري اليوم المسيطر هو كل الغناء التجاري صح فلا تقول لي اكو واحد مخلي بصمه حسه حاله ماكو يعني هو كله تجاري كلهم يغنون نفس كذا كذا الشارع قد المتذوق العراقي يعني واللي عاجبه هذا يعني انا اذا اروح اسجل اغنيه صعبه والحان هذا يقولوا لي لا مت ما حد يسمعها يعني تفضل أغنية تكون تجارية. بقل ولا تكون تغني اغاني تجاريه يعني ليش انا قلت لك على كلامك عقب عليه انه احنا عندنا ارث من الاغاني الحلوه كاظم غنى بالثمانينات اغاني ما حس معها يعني نسيت جيت انا اللي قدمتها اضافه انه هاي مخاطره انه انت شلون تغني الكاظم لازم جمهور كاظم صعب كلش يعني طبعا يعني ما يتقبل احد يغني الكاظم اذا ما يكون يعني موصل الاحساس اللي بداخله غنيت له اول اغنيه الكاظم والله هواي اغاني مدرسه الحب كثر الحديث يعني شوف كاظم من 97 عاف في بغداد فالجمهور يريد يسمع هاي الاغاني اكثر اغنيه حسيتها قريبه لك من اغاني كاظم بادائك انت يعني بصوت اثير يعني اغاني اللي كثر الحديث يعني تاثرت بالناس مدرسه الحوم مثلا عندك نسمع مقطع اثير نسمع مقطع منها لا نغني غير شيء كاظم كيف انت المهم الكاظم مو اكو شغلات انت من الكاظم تتغنى على المسرح ما تتغنى اي بس يا ريت ما تكون بالطبقه الناصي اي صعدنا هسه شوي تبكي ما تبكي ابد بعد ما تحرك احساسي انت مو صادق بدمعك
انت ظالم انت قاسي، تذكر السويت بيا من جيتك ابكي دم، قابلتني بكل برود وانا قدامك اتألم، ورجعت وحدي لغرفتي مقابل اثاثي القديم، حتى مكتبتي والحاني صار من جرحي نديم، اصرخوا مني ادري بيا والصدى يرجع عليا، شلت اقدامي وايديا مرمي ما بين الكراسي، تريد اذكرك اذا ناسي. الله عايز كيف بدك رجع العود؟ يلا المقطع الاخر اذا اليوم بيسعود طماع عمر يا طماع نفسك انت لا غيره سلمتك بيد الله يا محملني اذية، يا ريت ما شفتك وش جابك عليا، يا خسارة تعب وياك ما تستاهل انا هواك، يا ظالم لا ترحم ما يبتشيني عذابك، ما اشكو اتألم ليغرك شبابك، دنيا وبيها عيش رغما عني وعنك، ما ارضى بلا حب ولا اترجى منك، سلمتك بيد الله سلمتك بيد الله. الله أنامك الذهبية أثير هاي النبرة القريبة كلش من كاظم الساهر، وهذا الشيء واضح يعني صار عندنا وحتى عند المشاهدين، هذا الشيء اللي جعلك تغني أغاني كاظم الساهر أو ممكن حبك لكبير القيصر يلي وصلك لهذه المرحلة. لا شوف ياكو همتين شغلة مهمة، يعني إحنا اليوم إذا نريد نتجه للفن زين كثير من العوائل راح تمنعنا، يعني تمنعنا تقول لك هذا يعني انت روح للدراسه روح غير شيء، يعني الفن انه اغلب العوائل المجتمع ما يتقبل الفن وما تشجع، فاني شلون ارضي اهلي انه اخذ يا خط الخط المحترم، من عندنا الخط المحترم احنا بس كاظم لحد الان، يعني عندنا ماجد اوكي عندنا هيثم صح، يعني هم هذا الجيل اللي قديم، فلذلك انا شلون كنت اريد اثبت لاهلي انه اني ماخذ خط محترم، فتعلقت منه وعد حدني عبد الحليم وكاظم، فلذلك من كنا نقعد واسمعهم يحشون على كاظم زين. كاظم اللي وصل من قام يذكر العراق يذكر كاظم كثقافه صح. فلذلك انت شلون تكون شخصيه محترمه فنيه قدام اول شيء تبدي من اهلك وبعدين للجمهور حتى الناس تحب، يعني قدودك بالفن هو اكو خطوط اليوم انت غير محترمه، مبدأ مبادئ بحياتنا لا لازم من وجهه نظرك، احنا اليوم نقول من وجهه نظر نعم اثير نعم نقول انا اريد ان اتجه بخط محترم بما يخص الاغاني نعم العراقيه خلينا نعم نعم، وانت اللي ذكرتهم اسماء عراقيه نوجه لهم تحيه نعم، هل هنالك من وجهه نظر اثير نعم خطوط غير محترمه مثل يعني مو خطوط غير محترمة، قلت لك هو الفن خطوط يعني كل من أنا ما تليق بالفن العراقي مو محترمة يمكن، يعني كل أوجه لهم تحية كل الفنانين اللي يفرحون جمهورهم، أنت ممكن تظل تغني مدرسة الحب والعالم هذا لازم تريد أغاني فرح وأعراس وخريفة وكل شيء تريد، لكن إحنا اليوم نفتقد للمسرح، فنان المسرح يوقف على المسرح والشو يعني كاظم الوحيد اللي هو اللي يوقف على المسرح تشوفه كأنه ما يذكرك عبد الحليم حافظ ذاك الجيل، فلذلك يعني عندي العشق للمسرح انحصر هذا الشكل من الفن انه مسرح نعم واغاني، يعني هسه يمكن مثل ما تشوفني يمكن انا هسه انا من اغني مرات يعني الجو بس المسرح عشق من انت تصعد عليه وفرقتك والجمهور راح انت تطي من داخلك صحيح، انت مرات تشوف نفسك تقول انا معقول انا هذا اللي كنت مأدي على المسرح ليش، لان اكو تاثير المسرح اللي يحب المسرح راح مثل الممثل ممثلين تلقاهم هم على المسرح يختلفون عن ما يصور مسلسل او يصور فيلم زين، كثير على طار الاهل ذكرت انه
اي فنان اليوم اغلب الاهل ما يشجعون، يقول لك انت خليك بدراستك بمستقبلك، ما ادري وش يشوفون الفن بمستقبل او ما يليق به ابنهم. نعم. عانيت من هذا الشيء ويا اهلك؟ طبعا هي معاناه يعني حتى ارضي اهلي، حتى تعرفين انت من الدراسه حتى للفن والكذا يعني ما شجعوك بالبدايه؟ إيه ليش؟ ما قلت لك اياها انه احنا اغلب العوائل يصورون ان الفن هو نوادي ليليه صح صح وغيرها من يعني صح. هاي الشغلات اللي صح. فأني لا يعني قلت لك أنا وين من عندي فن وأنا أقدمه، ما أقدر أقدمه بالنوادي الليلية، أنا أقدمه بالعوائل. لذلك صح. الحمد لله يعني شفت محبة العوائل لي واللي يشجعوني واللي يدعوا لي والحمد لله والشكر. زين ما خفت اليوم أثير يعني أنت ما خفت إنه هذه الموهبة مقاربة للصوت الفنان القيصر ممكن إنه تغني أو تغطي؟ نعم. على هويتك الحقيقية وعلى على بصمتك اليوم أنت اليوم كأثير. إحنا نعرف إنه كل فنان حتى المبتدئين بالبرامج اللي شفناها مثل The Voice أو Arab Idol. نعم. دائما لجنة التحكيم تنصح الفنان أو حتى المؤدي خلينا نقول عليه وغيرهم اللي يمتلكون خامات صوتية جميلة، يقول له حاول إنه تلقى هوية لنفسك. أنت اليوم من حد تغني هسه انا اشوف صوتك قريب كلش للفنان قيصر. نعم. كامل السهر ما ممكن انه تغطي على هويتك او تخليها تندثر؟ شوفوا هاي قالوا يعني اللي يريد يعني ينتقد، اكو احنا طبيعه بنمشى مع هواي منتقدين ينتقدون صح. يقول لك هاي قلد كاظم، هو مو تقليد انما قلت لك هو على خطى كاظم. بينما انا تعلقت بعبد الحليم يمكن اكثر من كاظم. يعني من ادي اغنيه لعبد الحليم او محمد عبد الوهاب يعني شوف اكو حب عندي داخلي هيش فنانين. هذا مفهوم انه انت لا يعني لا تغني لغيرك او انت تلقى شخصيتك، لا انت اليوم ببحر كلها تغني كلها تقدم اغاني، شلون انت تتميز؟ انت حلو انت مسبقا جاوبت على السؤال اللي يقول بما تاثرت من الفنانين عدا القيصر، قلت ذكر عبد العليم الدرجة الثانية. فانت عندك بحر قلت لك من الفن وكلها تغني وكلها تسجل اغاني، شلون راح تميز انا؟ يعني اكو هم ذكاء بالموضوع، يعني انا خليني اتميز، خلي اجذب الجمهور. شفت قدمت لهم اغاني كاظم الصعبه يعني كثر الحديث بها، القفله مالتها يمكن يعني او مدرسه الحب من القرار الى الجوابات. نعم. فجذب الجمهور اللي خلص انه انا عرفتهم انه انا اثير، اللي عرفت الناس عرفت المجتمع انه اثير. شوف ده يقدم فن صحيح ومقبول ويعني بدت العوائل يعني يجون الاب والام والبنات والولد كلهم يقعدون ياخذون صور وياه، يعني بدات اتقرب من العوائل. وانا لاحظت هذا الشيء للامانه باحدى امسياته. زين انت ذكرت بالدرجه الثانيه متاثر بعبد الحليم حافظ صح؟ نعم. بس لا تقولي لي غني له ولا اي شيء، اي شيء شيء قديم اي شيء يعني لا تخجلها لا زين ما اعرف شو اغني لك عبد الحليم لو ما قايل عبد الحليم زين أمر الحب افتح لي الهوى وسلم بلاش نهرب بلاش نتعب تعال نحب ونسلم بأمر الحب بأمر الحب اسمع يا قلبي نداء قلبي جاوبني والصدق قرب كمان قرب هنا جنبي وهات شوقك على شوقي وهات حبك على بلاش نهرب بلاش نتعب تعال نحب ونسلم بأمر الحب. هاي صوتك أثير، خلينا نعوف شوية كاظم والأغاني وريد نحكي عن أعمالك شوية. نعم. أغنيتك المؤخرة اللي هي من انت وليش زين وهاي الوحيدة زين لوش اليوم أثير تأخر وبي
طرح أغنية خاصة به، لكن هو متجه أكثر شيء للحفلات للأمسيات وهذه التفاصيل. شنو سبب اليوم تأخرك لطرح أغنية خاصة بك؟ أكيد والله هو شوفي يعني أنا مرات يعني حقيقة من أرجع للبيت وأنام أنقهر على الفترة يعني العشرينات خلينا نقول أنا بالكلية من بعد الهندسة رحت حتى أتعلم العود بالمعهد بالكلية الفنون الجميلة. طيب قلت لك انه انا اريد اغني بس وين اغني يعني وين اقدم؟ ما عندي احد يساعدني، انا من 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 عائله بعيده عن الفن. صحيح. ما عندي اصدقاء. انت بوحدك صعب الموضوع. نعم. في يوم من الايام كان اكو منظمه تتحدى لدعم اطفال السرطان. طيب. مسوين بازار فانا شفتهم لزمت عودي ورحت. فكانوا مخليني اخر فقره يعني ما يعرفوني. فمخليني شفت كلهم مغنى وهذا وجمهور حلو ويصفقون وهذا يعني انا كلش عندي عشق للجمهور. فانتظرت اللحظه اللي شو وقت اقدم على العود واغني. زين. فبداوا العالم يطلعون لان اخر فقره فبداوا يطلعون كلهم. انا انقهرت. فصعدت اول ما غنيت كان يبدون يعني وقفوا شنو طلعوا موبايلاتهم واي قاموا يصورون هذا عاد. فبديت من هاي المنظمه انتميت لها صرت عضو بهاي المنظمه. زين حلو. فكل حفله بيها انا كانوا يدزون علي تعال فبداوا الجمهور يشوفوني شويه شويه لحد ما صارت هاي زين. وهاي التجربه مقرر تعيدها مره ثانيه وانت من النوع يعني الاعمال الفنيه الخاصه بك او تختار كلمات ولا احنا هاي تفاصيل؟ نعم. تتاخر او ممكن لا شيء اللي يعجبك خلاص. لا شوفي ترى انا اكتب يعني عندي كلمات والحان يعني عندي هوايه اعمال كلمات والحان ان شاء الله راح عندي على بغداد كملت أغنية كلماتي والحاني. زين. عندي أغنية كلش حلوة وعاطفية يعني هماتين كلماتي والحاني. زين اكو شيء حصري إلنا لو صعب؟ لا صعب. ها اوكي تمام. زين اليوم احنا حكينا عن الفن العراقي والأغاني العراقية. نعم. وأيضا ويانا اليوم شخصية أو فنان عراقي جميل في حضوره وأيضا شخصيته وأيضا صوت العذب وبعزفة للآلة. اليوم احنا نشوف العديد من الفنانين العراقيين والمطربين اللي اخذوا صدى كبير بالساحه الفنيه العراقيه هم ما ممكن يعزفون على اله العود اللي هي من الالات الاساسيه. صح. والمهمه اللي تخلي الفنان نفسه يعزف. نعم. ويغني ويلحن ويوزع. اله العود هي اله مهمه فلذلك اهنيك انه انت تغني وتعزف بنفس الوقت. اليوم ممكن نشوف اثير يغني اغنيه عربيه ويسجلها يعني يكون مختلف يعني نعرف احنا المطربين العراقيين يغنون فيديو كليب عراقي وخلاص. نعم. يطلع بي ممكن اليوم نشوف اثير مختلف ممكن يسوي فيديو كليب للاغنيه العربيه تحديدا حتى تاخذ صدى اكثر بالوطن العربي. الاغنيه اللي قدمتها تقريبا لونها عربي من انت وليش يعني. صح. حتى طريقه الاخراج من لبناني احمد المنجد. صحيح. يعني بيروت صورناها بطريقه يعني طريقه عربيه ايقاعات والجيتارات والكذا. كعمل عندي بالي انه اقدم اغنيه لايقاعات السوريه احبها هاي حلو الدبكات حلو. السوريه تقصد سر اها دعم اغنيه بالامسيات بالحفلات. نعم داغنيها يا هلا زين شنو اكثر اغنيه تنطلب منك بالحفلات بالامسيات العوائل اللي تحبها وتفضلها وتطلبها منك شخصيا؟ والله هي الاغاني كلها يعني شوفي انا عندي يعني بالحفلات اسوي فقرات يعني الفقره. صح. مثلا فقره انه يفرحون خلي يفرحون فقره. مثلا اسمحهم شويه شغل قوي شو يعني مثلا احبيني كثر الحديث او الاغاني اللي احنا نسميها الهيوات يعني يفرحون يحبون التلون العائله. صح. خلاص سمعوا اغنيه هادئه بعد شويه خلاص لازم يعني ما يريدوا اغنيه سريعه مثلا ما يريدوا يقول لك راح ينيمنا اذا ظل دائما جمهورنا منتقد. المواويل هم يطلبوها من عندك دائما اكو نساء احنا نشوف النساء دائما بعيدين عن الموال اكيد يطلبون هذا الشيء المواويل اللي طبعا اكيد. صح. يعني انا مثلا اريد اقدم اغنيه اغني قبلها موال انا عاجبني اليوم قبل من هو ومعلنا باللي هم وبالناس وبالجمهور. اليوم احنا جمهورنا اليوم مختلف من خلال برنامج يوم جديد لذلك حتى نخليهم يتذوقون بهذا اللقاء الجميل. نسمع موال اليوم من عندك. المشكله صوتي الصبح من اقعد يعني صح يعني تدري المعده مريم صار ساعه تقول نريد بدون عود هو يقول انا عندي شويه مشكله بصوتي وقاعد من الصبح ودا اضيعه بالعود يعني فلا تحاولين يعني على راحتك يلا اوكي. يا دنيا انت حرمتيني من اهلي
سكنت الغرب من غصبا علي أهدك يا باب واسأل عليهم من ضعف صغر زماني خان بي هلي تذكرون الصبح وانتم تفطرون بعدها صورتي تتوسط البيت والأغاني اللي أحبها من الطفولة كعظم الساهر نعظم الغزالي للقبة انشحنيت للمقهى القديم والشاي بالهيل لابو دياتنا وعتاباتنا ومقاماتنا وسحر المواويل الله ينتقم منك يا ايام هل الطيبين ضاعوا من ايديا الله حتى المطر نزل مطر خير يا رب مطر خير ان شاء الله يا هلا اغنيه بيها طبعا انا حافظ كل اغاني كارل كلهم يعني بدون استثناء بها جوابات قويه ايه انت اليوم انا ماخذها على الري هي على الصول على بغض النظر حتى وين الري خلص توصل مقاماتنا ابودياتنا وسحر المواويل لا خلص بها صعود ايه انت شنو تصعدها دائما طبعا ياخذها لا ليش اليوم جديد حجاز الصول اقحمتنا بهذا يقول من الصبح وهي يعني الصبح صعب بالضبط اكيد لكن هذا قالوا لي انا طوني باز قالوا لي بالجوابات يا حسناء يعني خلص صوته هو جميل يكون سهل. اجمل بقاطات يعني اضعاف ان شاء الله تجون حفله من الحفلات ان شاء الله انا حاضره انت حاضره اكيد انت حاضره ومعازمتني لا ان شاء الله يلا يمكن يوم تقرب كان على اساس يوم 24 اكو حفله لكن تقرب الموعد بسبب الحظر اي نعم اعرف كل التفاصيل طبعا بالمناسبه ايضا كثير من الناس يعني انصدموا بموضوع التجوال والقاعات والحفلات والمولات اللي كانوا متأملين واللي حجزوا واللي دفعوا فلوس بخصوص راس السنة اعتقد يعني مسحوا ايديكم بالجام اللي ورايا وهاي الاجواء الممطره لذلك براس السنه اكيد كان عندك كان عندي حفلات اثنين والله قلنا لغت حتى متاكد نعم نعم اذا هذا الخبر يزف لكم اياه اثير من خلال برنامج يوم جديد انه ماكو كل شيء يعني ما تقرب الموعد لو لغت تمام لا عندي يعني باشر عندي حفله اليوم خليتين يعني باشر بدي الحضر زين بالضبط اليوم هي اليوم زين انت ببالك يا اثير تكمل مشوارك بنفس هذه التفاصيل كلها يعني بنفس الأسلوب وبنفس هذا النشاط أو بالك بالمستقبل إن شاء الله خطوات مختلفة تماماً عن هذا أثير اللي أدي تماماً والله يعني هي حلمي أنه أنا مثل العراق يعني أكون فخر للعراق كاظم يعني هذا الفنان الرائع كاظم يعني اللي وين ما نروح وين ما نروح يذكرونه يذكرونه يعني قلت لك من يذكر العراق يذكر كاظم مثل ما يذكر صح. مصر عبد الحليم ومكثوم فعلا فلذلك احنا هذا اللي نريده يعني مسارح وفنان يمثل واجهه للعراق بالثقافه فهذا اللي اتمناه انه انا امثل هاي العوائل الطيبه اللي تدعي لي من انزل من المسرح ويدعوا لي واني اشوف موقف عندي موقف كلش ما انسى بداياتي اللي هو غنيت كملت فصاحت لي مره كبيره يعني زين فرحت لها انا دنقت عليها كانت تقول لي انا راح اقول لك شغله قالت لي انا شفت كاظم من اول بداياته زين وقلت لي يجي يوم وراح تصير وقالت لي انت راح يجي يوم وراح تصير فلذلك انا من طلعت يعني ما تتصور الفرحه يعني دموع مثل ايش دموع تنزل من عيوني وقاع مشيني يعني حقيقه حسيت انه الحلم بدا يتحقق فعلا امراه يعني كبيره وتحسها انه امراه شيء خيره نهر الله مثل ما يقول لي اي فمن قالت لي هيك يعني وصلت لها يعني دام انه هي قالت هيك الحمد لله انه الجمهور دائما محتاج انه اثير احنا هسه عرفنا من عندك وعرفنا شنو الطاقات اللي موجوده بيك وفعلا انت شخصيه
وصاحب صوت تستحق أن تكون في مكانات متقدمة بالفن العراقي. أريد قبل الختام نسألك عن مشاريعك المستقبلية اليوم. لكل فنان هدف معين، ولكل مغني، وخصوصا اليوم أنت ملم يعني عازف وأيضا دارس المقامات العراقية، شنو مشروعك القادم؟ يعني أكو أغنية معينة مخطط لشي؟ أكيد بالي أغنية للبغداد، يعني راح تتصور بالمتنبي وعلى الرجلة سجلها ببغداد؟ جيد، يعني اكون اطلع نطلع هيك بها بساطة بغداد وجمالها، يعني اتغزل بيها شلون، يعني على نفس فكرة كفر الحديث بالضبط نفس الموضوع. كان ما انت تحكي عن امرأة بالفصحى لو بالعامية، لا فصحى باللغة العربية الفصحى، نتمنى لك الموفقية اكيد. والعمل الثاني اللي هو قلت العمل الثاني يعني هذا كلش يعني مال هذا مال هالوقت، هاي عمل بغداد. اي نعم، لا هاي راح نسويها على شكل هسه، انت تعرف الفيديو كليب ترى يعني مو قل سهل، قل لا او قل شغله، يعني كانوا يسوون صوره وكلمات وكذا، يعني ممكن اليوم كثير اللي يمتلك حاسبه بالبيت ممكن انه يمنتج، والناس اليوم ما يعني خلاص بدت كل شيء تعرف حابه تسمع، ولذلك العوامل الاساسيه اليوم موجوده بالفنان الجميل والراقي أثير. أتمنى لك الموفقية، واليوم فعلا أثرت بنا بهاي الأغاني اللي قدمتها من خلال برنامج يوم جديد. بنفس الوقت يعني حتى اليوم بغرفة الكنترول نشوف عماد يعني أبو الصوت ديدندن وراك جوابات دا أسمع من عنده، لذلك ندعي لك بالموفقية. مو بس هذا الشيء، إحنا متفائلين بيك مثل ما هذه المرأة المسنة متفائلة بيك، إحنا متفائلين بيك، أنت راح تمثل العراق والتأكيد هسه تمثل أحسن صورة، وإن شاء الله يا رب مستقبل نتمنى لك كل التوفيق يا أثير. شكر لكم قناة الرشيد، طبعا عرضت عملي قناة الرشيد من وقت اكيد، وقبلها غنيت للثورة همتين كلمات مأمون النطاح، همتين عرضوها كل شيء الحمد لله. لذلك وايضا راح نبقى داعمين، وقناة الرشيد وكادرها داعمة للفنان أثير، نورتنا واتمنى لك ايضا نفس الوقت نهار سعيد. اذا مشاهدينا مستمرين مع باقي فقراتنا الصباحية لهذا اليوم، فاصل وبعدها مكملين معكم.